الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها يعطيها مصروفا شهريا، فهل هذا المصروف يعتبر ملك لها ويجوز أن تتصدق منه؟ الحمد لله، هو مصروف لها وللبيت ولأولادها، هو مصروف لها ولبيتها ولأولادها، فتستنفق منه على نفسها وعلى أولادها وتشتري ما ينقص البيت من الحاجيات، فهذا مصروف للجميع. لكن ما تحتاجه هي لنفسها استقلالا تطلبه على أنه نفقة لها هي، أما ما يعطيها الرجل من النفقات العامة فإن أغلب الرجال إنما يقصدون به أن تكون نفقة لنواقص البيت، فتشتري به شيئا لها، شيئا لأولادها، شيئا لمطبخها. لكن إذا احتاجت هي شيئا من النفقات فلتطلبه على وجه الخصوص، حتى تكون نيته في هذه النفقة مما يخصها. وفي حديث هند رضي الله عنها قالت أتيت أنها جاءت إلى، في حديث عائشة أن هندا امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فإذا الأصل أن الزوج يعطي زوجته ما يكفيها وولدها، فالنفقة تكون عامة لها ولأولادها. فإذا استنفقت منها شيئا على نفسها، أو جاءت بشيء من نواقص بيتها ومطبخها، أو أنفقت منها على أولادها، كل ذلك سائغ جائز. وإذا احتاجت نفقة زائدة تكون لها بخصوصها فلتطلبه على وجه الخصوص من زوجها ليكون كل النفقة لها، فلا يحاسبها زوجها بعد ذلك إذا رأى شيئا من نواقص البيت فيقول لها ألم أعطك نفقة للبيت، فيكون على علم ودراية بأن هذا المال إنما هو لها وليس لا لأولادها ولا لبيتها حتى تخرج من معاتبته ولومه، والله أعلم.